أشكر حكام دولة الإمارات ودولة الإمارات العربية المتحدة على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجميع الفئات والمستثمرين. إلا محب زايد أسسها واليوث وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوث وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب. يتجدد اللقاء معكم مشاهدينا في لآلئ الاتحاد، برنامجنا الذي عودكم على استضافة الشخصيات التي نجحت واستمرت في النجاح داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ضيفي لليوم السيد ناصر محمد آل رحمة، صاحب مشروع كافيتيريا فوتبول. أهلا بك سيدة جاء. أهلا فيك أختي، حياكم الله. أهلا بحضرتك. بداية فوتبول، الاسم فقط يتحدث. نعم، هذه الفكرة، فكرة هذه الكافيتيريا سوف نتعرف عليها خلال هذه الحلقة، ونقوم أيضا بزيارة إلى المطعم. بداية نتعرف على السيد ناصر محمد آل رحمة. نعم، معكم ناصر الرحمة، أنا صاحب مشروع كافيتيريا فوتبول. الحمد لله موظف منذ 13 سنة في مجالات مختلفة، وحبيت أفتح مشروع وأبين للناس التسهيلات اللي متوفرة لدعم المشاريع الشبابية. الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم النقاط التي يسعى جميع الشباب طبعا لهذا الموضوع، والتسهيلات كما ذكرت والمناخ الاستثماري في الإمارات يساعد على هذه النقطة. من موظف حكومي إلى صاحب مشروع، فكرة الانتقال إلى العمل الخاص، كما نعلم أن أيضا الحكومة تدعم هذه الفكرة لكثير من الشباب في الإمارات، كيف جاءت فكرة بعث مشروع خاص؟ نعم، مشروعي الخاص أنا قررت أني أفتحها لتأمين المستقبل. دائما الوظيفة دائما ممكن ما تكون تساعد مع وجود الأسرة والالتزامات العائلية، ففكرت أفتح مشروع أن يكون سند لي في المستقبل إن شاء الله، ومن بعد الوظيفة يعني أكون عندي بنيت مستقبل أو أسست مستقبل لا إن شاء الله أولادي ويتأسسون عليه إن شاء الله. أكيد، ولكن فكرة كافيتيريا أكيد من وراءها طبعا موضوع، وهذه الفكرة من ساهم فيها ومن دعمك في بداية اختيارها؟ نعم، فكرة الكافيتيريا صراحة أنا شفت كثير من المشاريع اللي موجودة والمشاريع اللي متوفرة حوالين الدولة، طبعا دعم مش طبيعي من الدوائر الحكومية يساعدون ويساهمون لدعم المشاريع، بس أنا شفت في شغلات شوي مختلفة، يعني مثلا الأسعار الجودة، فحبيت أنا أجمع بين الجودة والأسعار اللي تناسب جميع الفئات أو جميع فئات الدخل بنفس الجودة اللي متوفرة في أعلى المطاعم والكافيهات. نتحدث عن البداية، بداية مشروع فود بول،
أي مشروع ناجح وأي مشروع يبدأ يحط في خطوات النجاح الأولى يجد بعض العوائق، خاصة نعم. إذا كان المستثمر هي تجربته الأولى في الاستثمار الخاص. لو تحدثنا عن هذه النقطة. نعم نعم، كافتيريا فوتبول هي التجربة الأولى لأول مشروع فتحته، ما عندي أي مشاريع قبل هذا، والحمد لله بدعم من الوالد ما قصر معايا، دعمني الدعم المادي والمعنوي لفتح المشروع. ففكرت أني كيف أقدر أخذ الفكرة أو الحلم وأخليه لحقيقة، فشفت في مؤسسات تساعد، خصوصا مؤسسة محمد براش لدعم مشاريع الشباب، والحمد لله أنا ساعدوني بطريقة خيالية، من موظفين، من تسهيلات، من تدريب على أشياء جديدة أنا ما كنت عارفها. بدعم من المؤسسة قدرت أوصل للحلم أني أبدأ أكونه لحقيقة. مشروع كافيتيريا هي من المشاريع الناجحة عموماً، خاصة أنه فيها الخدمات الاستهلاكية لكل شخص ويومية، فالمنافسة هي أيضاً ستكون قوية جداً. نعم صحيح، المنافسة حالياً يعني الصراحة يعني أنا دخلت في مجال هو مجال كبير، وأنا قلت أنافس نفسي في هذا المجال لأن حواليا في مثل ما تقولين عمالقة حواليا، فأنا مشروع جديد وداخل أول مرة، فأكسبك خبرة، والحمد لله الاستاف اللي معايا ما شاء الله عندهم خبرة كبيرة، فساعدوني جدا بالأشياء اللي لازم تكون متوفرة والأشياء اللي لازم تكون موجودة، مثلا تصريحات البلدية، الدفاع المدني، الأشياء هذه، فنفعتني خبرتهم أني أستفيد منها وأكون الكافتيريا للجودة المطلوبة. طبعا من سوف يزور كافيتيريا فود بول او يطلع ايضا على حصتنا اليوم، ما هي الخدمات او الاكلات المميزه التي تتميز بها فود بول؟ نعم، هو كافيتيريا فود بول ممكن الكل اللي يسمع كلمه كافيتيريا يحسبه هو مثل نفس اي كافيتيريا، فانا حاولت اغير المنظور هذا. لما اي حد يقول كافيتيريا هو مش فقط كافيتيريا لبيع الوجبات الخفيفه مثلا، فانا اللي اوفر الاشياء اللي تكون متوفره في المطاعم الكبيره بالمبالغ اللي يقدر عليها اللي تقدر عليها جيوب الصغيره، فحبيت ان اوفر اشياء متميزه مش موجوده اي مكان، وفي نفس الوقت تكون مبالغها للطبقه المتمكنه. نتحدث أيضا هنا عن فوتبول المشروع الناجح إن شاء الله والاستمرارية في النجاح، نتمنى لك أيضا الفريق أو كل عمل، هناك أيضا عناصر تشجع على هذا النجاح، تحدثنا عن الفريق وكيف اخترت فريق العمل معك؟ فريق العمل اخترته من جنسيات مختلفة، أنا عندي تقريبا 6 موظفين الحمد لله من 5 جنسيات مختلفة، وجاهزية الفريق كانت شوي مختلفة بالنسبة لي، أنا ما كانت عندي خلفية عن الصعوبات اللي ممكن أواجهها لكافيتيريا، فالفريق العمل كان لازم يحضر تدريبات معينة، يحضر دورات معينة لكيفية إعداد الطعام، ودورات معينة لكيف التعامل مع موظفين الحكومة منها البلدية وموظفين الدفاع المدني، فهذه الأشياء اللي ساعدت الموظفين وساعدتني أنا نكسب خبرة أن كيف يكون التعامل في بيئة المطبخ وتعامل مع الموظفين لتقديم الخدمة. سيد ناصر، كثير من الشباب اليوم يطمح إلى العمل الخاص والمشاريع أيا كانت الفكرة، سواء كانت كافيتيريا، مصنع، أي فكرة تراوده في البال، ويكون أحيانا منحصرا في عباءة الوظيفة الروتينية ويفكر يقول أبدأ لا أبدأ، أخاف من الفشل، أخاف من عدم الاستمرارية. قواعد النجاح وفقا لسيد ناصر محمد الرحبة، نصيحة لهؤلاء الشباب ودفعا بهم للعمل الخاص والقيام بهذه التجربة المميزة. نعم، أحب أوجه رسالة للشباب اللي عنده أي حلم أو عنده تارجت وهو حاطنه في باله،
لا يترهب من الأشياء هذه، لأن الحمد لله الحكومة والدوائر موفرة جميع الخدمات، موفرة جميع التسهيلات اللي ممكن تتصورها. فاللي عنده حلم يركض وراء حلمه ويسوي الحلم حقيقة. شكرا سيد الكريم لهذا الحضور في كافيتيريا فوتبول اليوم من إمارة دبي، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، لازلنا نستضيف وسنواصل باستضافة الشخصيات الأنجح في دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف القطاعات لآلاء الاتحاد في موعد جديد الأسبوع القادم في أمان الله.